هربوا هربوا. يعيشون اجواء الجامعه ويدرسون، هم القسم اللي يردوا يدخلوا له وها هي بس، ويشتغلون على نفسهم حتى انه يوصلون للهدف اللي يردوه. هربوا هربوا. لا لا تهربون، خلي يعيشون يوم بيومه ولا يغيبون هوايه. انه اهم شيء يركزون بالدراسه ويبتعدون عن الاشياء الباقيه، لان ذنيك الاشياء ما بها نفع. وخلال ذني يعني الدراسه هي اللي تخليك تكتشف عن هوايه اشياء انت كنت يعني ما مطلع عليها. فاثناء الدوام اثناء الدراسه راح يعني هواي اشياء تعرفها. نصيحتي لهم ان يستعينون بالكتب، اهم شيء الكتب، ولا يعتمدون على الملازم، لان هي الكتب اللي توصلهم. طلاب مرحله اولى والله الجامعه انه يعيشونها باجمل لحظاتها بعيدا عن الاشياء السلبيه، انه يركزون على دراستهم وعلى يركزون على اساتذتهم ويكونون بيناتهم محبه بدون مشاكل اخرى سلبيه. طلاب مرحله الاول نصيحه لهم الاجتهاد في الاختصاص والتطلع للاختصاصات الاخرى لخدمه البلد العزيز. اقرأ يوم بيومه. لا تصيرون كسولين. اي طبعا. اول شيء انه يبتعدون عن الاختلاط الزايد، يعني انه يشوف اكثر طالب يعني شبهه، يعني مثلا تصرفاته اخلاقه نفس سلوكه نفس تربيته، يعني مثلا خصوصا يعني البنات نفس المحيط مالته. ايه بالضبط. اها اول نصيحه يتركون الشغب، انه مثلا انت بعدها هي انتهيت المرحله مالتك مالت الاعداديه صارت كليه، شويه يعني واظب على الدوام، هماتين المحاضرات تاخذها مثلا اول باول لان حتفيدك، ونوم، يعني نصيحه انه لا تنام بالقاعه او صخت هاي.